يمكن يا مي برضه انت كان ليكي دور كبير، يعني لما تاخدي احسن ضاربه، يعني احسن ضاربه دي هي سكورر للفريق، هي اللي بتضرب وهي اللي بتحط، فيعني اكيد كان ليكي دور. يعني كلميني برضه عن البطوله، اصعب المباريات، انتوا في بدايه الاعداد كنتوا متفقين على ايه؟ يعني كلميني عن البطوله بشكل عام زي ما فريده كلمتنا بشكل عام. هي طبعا كل مباراه بنخشها بتبقى مهمه، لان احنا زي ما كابتن نوجه قالت بنلعب على حسب مستوى الفرقه اللي قدامنا، فكل ماتش بنخشه نلعب بمستوانا بقى. بس احنا كنا عاملين حسابنا فرقه وادي دجله فرقه كويسه، وهم بقى عشان لعبوا معانا قدامنا في المنتخب وكده، فكل شويه لعبوا بعض يقعدوا يقولوا احنا هنكسبكم ونقول لكم بس يعني كسبناهم المره دي 3-0. حتى السنه اللي قبل اللي فاتت دي كنا كسبينهم 3-1، خدوا منا اول شوط، بس احنا كنا يعني عازمين المره دي ان احنا نكسبهم 3-0 بالظبط. عشان طب قولي لي، يعني يمكن انت كنت متوقعه تاخدي احسن ضارب، يمكن ده كاس احسن ضارب، طبعا بيبقى دايما احسن ضارب دي بتبقى صعبه شويه. وكمان انا بلعب سنتر بلوك يعني كمان ما لسه كانت كابتن طبعا نجلاء بتقول ان هي هتغيرت لك شويه في مركزك في سنتر بلوك، يعني راجل بلوكر، انما يبقى ضارب دي الجديده شويه. هو انا كنت في كاس عام قبل كده لعبت طرف، لعبت مركز 2، كنت برضو احسن ضارب بس على مستوى المنتخب بتاعنا. فان انا اخد احسن ضارب وانا ثلاثات، فدي برضو حاجه. تاني بطوله كاس العالم اللي فين؟ اللي كانت فين؟ كان هنا في مصر. كانت في مصر. كنت ساعتها كنت عامله سكورات عاليه برضو. فلعبتي مركز 2 على الطرف، فطبعا ده يعني اكتشفوكي فيها، او يعني في المنتخب بالصدفه لعبتيه، فكابتن نجلاء مسكت فيها وقالت لك بس هلعبها ضارب. بس انا كنت حائط صد بقى، فخدتها احسن ضارب وانا سنتر بلوك. مش طب ده 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 يساعدك، يعني انت لما تبقى بلوكر انت عارف بتطلع على المهاجمين بتاع توقفها، فده بيديك اكيد خبره، احط للمدافعين فين، ما انت كنت مدافع بتطلع بلوكر، فلما بتطلع على البلوكات قدامك اكيد بتبقى عارف تحط الكره فين. خاصه انت ما شاء الله يعني طويله كشفه الدنيا يعني. صحيح الكلام ده ولا انا غلطان؟ ايوه صح. شفت بقى انا بتاع طايره ازاي؟ الموضوع بسيط جدا.